بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مواصلة لمحاضراتنا في الاستشعار عن بعد. الليلة إن الموضوع يعني بسيط لكن هو مهم جدا جدا، اللي هو الباند كومباينيشن. الباند كومباينيشن يا جماعة بتجي الفكرة بتاعته من إنه أنا قاعد أتعامل مع مالتي سبكترال إيميج. لما نقول مالتي سبكترال إيميج، الصورة اللي كنا قاعدين شفناها لما نكون انا شغال باللانسات 8 مثلا او اللانسات 7، الباند الواحده منه دي بسموها شنو؟ جراي سكيل ايمج. لما يتلموا كم باند مع بعض بسموها مالتي سبكترال ايمج. زي ما عارفين اللانسات 8 يعني عنده عدد من الباندز، واللانسات 7 برضه عنده عدد من الباندز. بتبقى الفكره يعني انا بستخدم الباند ده لشنو؟ واعمل اللي احنا اتعلمنا اللاير ستاكينج، اعمل اللاير ستاكينج ده على هذا الاساس. وعرفنا في حاجه اسمها ترو كولر وفولس كولر. طبعا الترو كولر زي ما قلنا انه انت تشوف الحاجات زي ما هي في الطبيعه. يعني انا اخذت الالوان زي ما هي في الطبيعه، بيظهر لي الحاجه في الطبيعه خضراء معناها بتظهر عندي في الصوره خضراء. الحاجة في الطبيعة حمراء بتظهر عندي هنا حمراء، ما بيكون شنو؟ في لخبطة في الألوان. لكن لما يكون الفولس كولر بيكون في شنو؟ لخبطة في الألوان. بيتلخبط ليه؟ لأنه أنا بشيل جزء أو طيف بحطه في محل لون يعني طبيعي، وبالتالي الألوان ما بتجيني طبيعية. بنشوف الباند كومباينيشن هنا بالنسبة للانسات 8. بعد ذلك بنشوف احنا لو دارين نحولها ل 7 هنحولها كيف. طبعا زي ما عارفين اللانسات 8 عشان بيبدا ببان 1. بان 1 قلنا هي شنو؟ يعني ماسكه جزء صغير من البلو، 2 بلو، 3 شنو؟ جرين، بلو جرين ريد طوال، 3 جرين، ال 4 ريد، ال 5 نير انفراريد، ال 6 شورت ويف انفراريد، ال 7 برضه شنو؟ شورت ويف انفراريد، ال 8 مونوكروماتيك ايميج يعني بالطيف المرئي كله، ال 9 بيسموها سايرس، ال 10 وال 11 عباره عن شنو؟ سيرمال. تمام؟ فلما نجي نقول الناتشرال كلر، عشان كده بتلقى انه هنا اول حاجه باند كومباينيشن الباند 4 و 3 2 اللي هو البلو او البلو هنا الجرين الريد يعني كده محطوط البلو الجرين الريد اللي هي شنو؟ ناتشرال كلر. تمام؟ بتجي تلقى في حاجه اسمها فولس كلر ايربان. يعني انا لما اكون قاعد تارجتنج لظاهره نعيدها مع ظاهر مع الليزر. طيب انا لما نكون تارجن لموضوع الايربن زي زول ذاك كان داير يفتش الحته دي. انا لو داير اعمل كلاسيفيكيشن لحته ايربن فبكون دائما يعني في سبيتر انه اشتغل بيضاء 7 6 4. تمام؟ بجي هنا بلقى مثلا الكلر انفراريد فيجيتيشن، ده بيظهر لي الفيجيتيشن يا جماعه باللون شنو؟ باللون الاحمر اللي هو ده. وكنت لي هنا الخمسه دي، وكنت لي الخمسه دي شايفينها الخمسه، شال الاربعه والثلاثه والدام قدام، يعني شال دي الاربعه هنا دي تقريبا هي الريد. الريد شال اخذتها في شنو؟ في الجرين. وشال البلو اخذتها في شنو؟ في الجرين اخذتها في البلو. وشال النيري في الريد اخذتها في وين؟ فبقت 5 4 3. ال 5 4 3 دائما يا جماعه لانه الخمسه دي قاعده في الريد، اي زراعه بتظهر لي بلون شنو؟ احمر. تمام؟ في 6 5 2 دي ال 6 5 2 الكابين في اجريكلتشر بيظهر لي الزراعه بلون اخضر. تمام؟ بيظهر لي الزراعه بلون اخضر 6 5 ليه؟ 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 تقول لها هي في النهاية.
بتاعت 4 5 4 3 اللي هي الجديده بس بتطلق نفسها ليه؟ على الكاست لانه ممكن لا فاهم كل الجديده والله الجديده هي شامل الحياه كل اي شيء تقريبا الجيل الاجريكلشر الحياه المزروعه في ذاتها بنقوم شايف الخمسة دي حاطينها وين في الجرين وهم بالظاهرة لك خضراء يعني ما زي يعني دي شايف الاجريكلتشر دي بالظاهرة لك شنو خضراء دائما بالظاهرة بالفيجيتيشن اخضر تمام دي برضها 5-6-2 دي 5 تقريبا 6-2 هنا لانه الخمسه حاطينها في الريد برضو كده نجي هنا في لان ووتر لما اكون انا داير يعني اشتغل شغل يعني افصل الحته الووتر بوديز داير افصلهم من شنو؟ من اللان يعني داير افصل الووتر بوديز من اللان بقوم شنو؟ بشتغل بالخمسه 6-4 تمام؟ لما مثلا هنا دي بيطلع السبعة خمسة ثلاثة دي بالمناسبة مهم بيطلع لي ناتشورال كلر لكن الناتشورال كلر بيطلع لي زي الملونة انا بيطلع لي ناتشورال كلر يعني اللون اللي بيظهر لي بيظهر زي كانه ناتشورال لكن ما بيظهر شنو يعني بحس به فيه نسبة كده انه ما ناتشورال ليه يا جماعة؟ لانه السبعة والخمسة دي اصلا ما ناتشورال السبعة هي شنو؟ شورت ويف انفراريد والخمسة نير انفراريد فهو بيطلع بيشبه الناتشورال ليه؟ لانه قالوا النير انفراريد والحاجات دي عنده اتموسفيريك يعني بيقدر يخترع لها الاتموسفير فبيقوم بيقلل لها مشاكل الاتموسفير بيكون ظاهر شنو؟ واضح يعني لما تشتغل بالسبعه خمسه ثلاثه الحاجات بتظهر لك بالوانها الحقيقيه لكن شنو؟ اوضح من لما تشتغل بالاربعه ثلاثه دي تمام؟ يعني بيقلل لها الهيز يعني هو بيقولوا لانه هو بيقدر يخترق لي المويه اكثر تمام فبيقوم بيقلل لي الهيز بيقلل لي الحاجات دي تمام السبعة خمسة أربعة بيشبه السبعة خمسة ثلاثة تقريبا الستة خمسة أربعة برضه زي ده زي حق الأجريكلشر بيطلع لي شنو الزراعة لون أخضر برضه بيعمل لي الزراعة مدرجة يعني بقوم بدرج لها الزراعه من يعني اذا عينت الالوان اللي هنا دي في العرض دي تلقى الزراعه بتدرج لك شنو؟ باخضر غامض لاخضر اقل اللي كده تمام؟ يعني حسب كميه الكلوروفيل الفئه لانه الملاحظ خدت الخمسه هنا في الجرين فالحاجه اللي بتكون هي هيلثي بتظهر لي شنو؟ خضراء غامضه والحاجه الاقل في الهيلث بتظهر لي لونها افتح تمام؟ طبعا السته دي دائما بتكون شنو كويسه مع المويه يعني بتوريك انه في الحاجه دي فيها مويه ولا ما فيها مويه ممكن شنو تنسبها العطش تمام بس انا داير اوقف ال ده بالنسبه للجيل تبع طيب يا جماعه بسم الله نواصل نحن طبعا البانك كومباينيشن دي بالنسبه للانسات 8 لو دارينا احنا نجيب ال 7 بس بنقوم نمشي شنو خطوه من دي يعني الأربعة ثلاثة اثنين دي هتبقى كم؟ هنا ما ظاهر طيب ما أنا أعمل extend طيب زي ما قلنا هنا عندي الأربعة ثلاثة اثنين دي هتبقى شنو؟ ثلاثة اثنين واحد ليه؟ لأنه اللانسات 8 البلو بادي من 2 في اللانسات 7 البلو بادي من شنو؟ 1 دي حتلقاها 4 3 2 السبعه في اللانسات 8 واللانسات 7 مطابقات يعني 7 حق ال 8 وال 7 1 بعدك السته دي بتبقى 5 والاربعه بتبقى شنو؟ 3 هنا حتبقى لي شنو؟ هنا 4 3 2 كويس؟ 6 5 2 دي هتبقى لي شنو 5 4 1 كده فبكون شنو عندي حاجه او عندي دائما بنقص واحده ما
ما عدا السبن، السبن في اللانسات هيك واللانسات سبن نفسها، تمام؟ طيب هسه انا داير اقوم شنو؟ داير امشي هناك الايردس اقوم اعمل ريستاك للايد باند او للسبن باند من واحد لحد شنو؟ سبعه. بعد ذاك اقوم شنو؟ اجي اغير الباند كومباينيشن بتاعه ونشوف الباند كومباينيشن تعديله ونغيرنا الصور، يعني احنا نشوف ولا بنقول لك باند كومباينيشن والفريق وكذا، نشوف انه الموضوع ده فريق ولا ما فريق ولا بيتكلم صح، تمام؟ فعشان اجي هنا امشي عشان اعمل الكلام ده بيجي سبكتر لاير ستاك، بجيب بمشي دي هنا قبل انا حافظ الداتا في شنو؟ في لانسات داتا، تمام؟ لانسات داتا بمشي مثلا 173، الافضل نشتغل بال 49 ولا 50؟ طيب نشتغل بال 173 49، بختار انه الناتيف. بعد ذلك بدخل البانس من واحد لحد شنو يا جماعه؟ لحد سبعه، تمام؟ من واحد لسبعه. اختار باند 1 بقول له اوكي. اهم شيء يا جماعه كل مره نعمل اد، ما ننسى انه شنو؟ نعمل اد. بجي باند 2 اوكي، بعمل اد. باند 3 اوكي، اد. باند 4 اوكي، اد. باند 5 اوكي، اد. باند 6 اوكي، اد. باند 7 اوكي. نحن عملنا السبين باند ديل، اتاكد انهم هذين من واحد لحد سبعة قعدات. نعمل الستاكين؟ اي. سبعة. لحد من باند 1 لحد سبعة لل 173 49. تمام؟ بعد ذاك بمشي في ريزلت. بقول يا اخي مثلا سمي لاير ستاك. هو 49 تقريبا، هو السين 49 بعد ذاك من 1 الى 7، تمام؟ اقول له اوكي حيبدا البروسيس. قول لي ايه؟ هاي من 1 الى 7. 7 سمع لها ستاك من 1 ل 7. طلع السكور دي بعدك تم الريسنت. بقول له بلوس، امشي هنا فايل بلقاه في الريسنت فايل، بفتحها ريستارت. بلقاه في مين، تمام؟ طيب نحن دايرين هسه نجي نجرب الباند كومباينيشن المذكور هنا، تمام؟ نجرب الباند كومباينيشن المذكور هنا. انا طبعا عملتها من 1 لحد 7 عشان تكون الواحد في الواحد والسبعه في شنو؟ السبعه، يعني رصيتها من 1 لحد 10 من 1 لحد 7 عشان تكون الواحد في محلها والسبعه في شنو؟ في محلها، تمام؟ نعم. ما عملنا الريستاك من 1 ل 7 صح؟
رصينا 1 2 3 4 5 6 7 فالاير 1 دي حتكون 1 لاير 2 حتكون 2 يعني بانتو كده حتكون شنو مطابقه ما حيكون عندي شنو مشاكل ها لاير ستاب انا بمشي سبكتر صح؟ هاي بتمشي سبكتر تضغط لاير ستاب بعد ذاك تيجي هنا تختار الفولدر اللي فيه الداتا حقتك تجي تختار من الميل في لانسات داتا من لانسات داتا هنا مثلا 143 تختار هنا تيب اخترت تيب بجي بختار ان واحد واحد بعمل 1 بقول له اوكي بعمل له اد فايل بخط الاوتبوت فايل برضه فايل وبعد ذلك بضغط اوكي اسيوم طيب زي ما شايفين هنا مرتب شنو 4 3 2 ده الترتيب الديفولت انا اذا داير اغير الترتيب ده بمشي هنا في راستر، راستر دي زي ما قلنا الفوق دي بتتفتح مع شنو الفايل اللي بيكون مفتوح هنا يعني في الطوب. والراستر دي هي بتكون ريليتد اللي هو ما زي دي. دي بتجيب التول بتفتش الفايلات. لكن الفايل اللي بيتفتح هنا بتتفتح معاه شنو تاب طوالي مباشرة. في راستر بمشي شنو مالتي سبكترال. في مالتي سبكترال بلقى هنا شنو الترتيب بتاع البانس. يعني هنا بتلقاه شنو؟ 4 3 2 هسه هنا داير اجرب اقوم شنو اغيري مثلا هنا قال لي خلينا نجرب الكلر انفراريد 5 4 3 دي لانه احنا ما بدنا نشتغل بها كثير نجرب هنا 5 4 3 كويس ال 5 4 3 زي ما شايفين هنا عملت لي شنو مع الحتات بتاعت البيجيتيشن لون شنو مايل على انه يكون احمر او لون يعني زهري كده غامض فبتظهر لنا دائما الزراعه او البيجيتيشن عشان نكون اكثر دقه باللون يعني اي حته بيجيتيشن دائما بتظهر باللون الكويس انها برضه شنو يا جماعه بيميز لي المويه يعني المويه دائما بتظهر لونها بلو يعني في البان كومباينيشن ده دائما بيظهر لي المويه واضحه لانه مرات المويه زي النيل ده النيل لانه المويه بتاعته لونها ما هنا ما بلو اصلا فهي احنا بنشيل الخاصيه بتاعت خاصيه الانعكاس والامتصاص وكده بنستفيد منها انه كده بتظهر لنا اللون بتاع المويه شنو بلو تمام أنا هنا ما جت راستر فوق مالتي سبكتر راستر مالتي سبكتر ما جاتك؟ طيب نجي نشوفه مالها طيب زي ما شايفين كده أنا أي زراعة أو فيجيتيشن في المنطقة أنا بقدر شنو؟ بيكتشفوا الصورة سهلة يعني أنا والحاجة دي يا جماعة ما بس للكلاسيفيكيشن يعني الفيجوال انتربريتيشن يعني أنا لما أجيب الحاجة ضربت احنا اشتغلنا الفيجوال انتربريتيشن بالشو بالترو كلر تمام كان يعني اول محاضره بعد اللير ستاك كنا قاعدين نتكلم عن الفيجوال انتربريتيشن اشتغلناه بالترو كلر يعني انا مثلا لو كنت اصلا تارجتنج الزراعه او المويه اشتغلت بالبان كومبايشن ده كده افضل اه يعني بتكون الحاجات شنو ظاهره معي بصوره واضحه ممكن شنو تكون افضل من انه انا اشتغل الفيجوال انتربريتيشن بالترو كلر تمام طيب نيجي نشوف ال نشوف الفولس كلر ايربل 7 6 4 ده نختار 7 6 4 نشوف الحته الايربان اريا دي ونشوف هو الزول ده كذاب ولا ما كذاب ملاحظين يا جماعه الحته الايربان دي طلع عليه بلون مختلف نهائي تمام ملاحظين الحاجه اللونها بنفسجي ده الحته اللونها ما يلعب بنفسجي دي ظهر لي الحته الايربانايز باللون ده
فطلع لونه شنو مختلف يعني ما زي الحته البير سويل. جاب لي الزراعه لون اخضر، جاب لي المويه برضه لونها يعني مايل على انه هو يكون شنو دارك بلو، لكن يعني قام عمل لي زي لون بنفسجي في الحته شنو الايربنايز، الحته الايربنايز بقى عندها شنو لون بنفسجي وبقى شنو لونه مختلف يعني ما بتقوم تتداخل لي مع الحته البير سويل يعني او بتكون شنو واضحه بالنسبه لي يعني تكون فرق من البير سويل. تمام. لاحظين الحتات دي كلها شنو ايربا، الحتات دي كلها حتات سكانيه، حتات ريزيديشال بيس. تمام. فالحاجه اللي ممكن انا استفيد منها في انه اقدر اميز الحته الايربا من الحته شنو المائيه. طيب نجي كل مره نحن حنشوف واحد ونشوف انه هو قاعد يسوي لنا شنو. انتهينا من ده جينا لشنو للاجريكلتشر 6-5-2 اللي هو قبل دكتور الطيب قال لي يعني هم سموه اجريكلتشر، نشوف هو فعلا هو اجريكلتشر ولا الناس دي قاعد يدعوا 6-5-2. وهنا مظهر لي شنو الحتات حقت الزراعه بصوره شنو؟ يعني الاخضر الشاين ده شايفينه دائما بيكون فيجيتيشن هيلث، ده يا جماعه الحتات بتاعت الري المحور اللي بيظهر لنا هي شنو؟ هيلث فيجيتيشن، لكن في كده الغابه وين هي؟ هنا دي الموقع بتاع الصوت هنا الحته دي. فهنا زي ما قال حمد محمود بتلقى شنو الحاجات الما فيجيتيشن او الما اجريكلشر ما ظهر، يعني هو مظهر لي الحاجات الاجريكلشر اكثر من الفيجيتيشن بالعموم، يعني هو مركز على الاجريكلشر. يعني انا لو مستهدف الاجريكلشر بقوم بيشتغل بشنو؟ بالباند كومباينيشن يعني بتاع الاجريكلشر. تمام. طيب نشوف البانك كومباينيشن اللي بعده 7-6-5 اللي هو اتموسفيريك فنتيليشن 7-6-5. هو الفكرة منه انه يقلل لي شنو اثر الاتموسفير على الصورة حق دي، يعني هم لانه بيعتقدوا انه شورت ويف انفراريد، لانه 7 و6 هم شورت ويف انفراريد، فهم بيعتقدوا لانه بيستخدم 7 و6 معاهم النير انفراريد في الصورة، الحاجة دي بتقوم بتقلل لي من شنو؟ لانه البلو قاعدة في الهناء بتظهر لي دائما الزراعة باللون شنو؟ البلو. يعني عايز اتفرج مشوار. اي. الزراعة دائما بتظهر لي بلو لانه النير انفراريد قاعدة في الهناء. الموية بتظهر لي بالدارك بلو ده. تمام؟ هنا الحتات. وهم بيعتقدوا انا اذا اشتغلت كده ممكن شنو؟ يتفادى الاثر بتاع الاتموسفير يعني، عشان كده سموه اتموسفيريك بنتريشن، يعني يقلل من اثر الاتموسفير على الصورة بتاعتها. على الرغم انه الحتات الايربنايز ما شنو ما قادرة اميز بصورة افضل يعني. تمام. نجي لهيلثي فيجيتيشن اللي هي 5-6-2.
خمسة ستة اثنين خمسة ستة اثنين المفروض تقوم تجيب لي الهيلثي فيجيتيشن زي دي زي الخمسة أربعة ثلاثة زي الخمسة أربعة ثلاثة المفروض تجيب لي الهيلثي فيجيتيشن بشنو؟ بالأحمر الشاين ده قدر ما يغمض معاي بيكون شنو أو يقول قدر الشاين بتاعه يقل معناه شنو الحتة دي ما هي فيجيتيشن دائما يا جماعة الري المحوري ده بيوريك شنو الفرق يبقى الفرق شنو واضح ليك يعني حتات الهيلز فيجيتيشن ما هيلز فيجيتيشن فدي مور هيلثي دي مور هيلثي يعني بتلقى دائما كويس دي شفت المويه لاحظين البنفسجي ده انت دي بتديك احساس انها دي المرويه او كده اللون البنفسجي هو ريليتد دائما ليه انه يكون فيه مويه تلقى انه في زراعه مسجيه ومرات لما تيجي تشتغل الكلاسيفيكيشن بتدخل لك الزراعه مع المويه بسبب انه مرات الزراعه بتكون مرويه هسه زي ما ملاحظين حته فيها مويه كثيره تمام حتى دي فيها شنو؟ اسمع الزراعة وقصة البول. هاي في حتات بول. ليه؟ تبع الزراعة نص زي الهلال دي. وين دي؟ هاي دي مزروع نصها. الحتة دي ما مزروعة. في حتات قايم فيها دش مرات بتكون صار كده يعني. الحاجة بتوريك شنو؟ نحن لو مباريين الهيلث فيجيتيشن أو الفيجيتيشن هيلث بيكون الموضوع شنو؟ معانا واضح. تادي برضو شنو؟ تاع الترع حتى مزروعة بشنو الترع تمام نجي نشوف بعده لان ووتر لان ووتر دي الفكرة بتاعته انه شنو يعني تكون الحدود ما بين الموية والأرض تكون شنو واضحة يعني ما يلخبط لي الوطا مع المويه عشان انا مثلا لو شغال على هنا ووتر بودي او جزيره او كده الشغل يبقى معي واضح اللي هو هشتغل ب 5 6 4 5 6 وده 2 هنا حتكون شنو 4 فالفكره بتاعت اللان ووتر ملاحظين هنا مثلا هذه بيوريني حدود بتاعت المويه واضحه يعني بجيب لي المويه دي بالدارك هنا واللان باللون الجري ده تبقى الفرق بتاع اللان من المويه واضح يعني ما بيتداخل معي ما بكون في شنو اي تداخل فاذا انا قاعد اعمل مابنج لووتر بودي ولا قاعد اعمل مابنج لجزيره فايت از بيتر اني اقوم اشتغل باللان ووتر خمسه ستة أربعة تمام لاحظين دي الصحيحة موية بتاع الصف الصحي هنا تقريبا ظاهرة وبتلقى شنو حاجة دي واضحة جدا الموية بتاعتك شنو واضحة جدا مش ده المطار لا دي ده النهر النيش نهر النيل تعرضات بتاعته شمال بحري نهر النيل زي ما تقول ده لو يمكن تكتليه في الاول كان يعجبك ليه؟ اي تظهر انه هي الحته دي فيها مويه كان والله بالشاف يعني شكل زي المويه جاي ماشي من هنا وهم داخلينها في الحته دي يعني الشاف هو فعلا عضو فيها يعني شكلهم داخلين الاسد معمول هنا والوترشيت جاي كده ململم كده صح؟ الوترشيت مشهور من هذا الشيء لو ناي الهيل بتقول ترى فريقليك كان مجبر أنا مش سبب قاعد في التبراجي الطوال فهم فعلا
مجموع مجمع مجمع المشروع. دي الميزة يعني فرج لك المويه من شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحتات. السلام وبركاته. طيب نجي لل natural atmospheric removal. هنجي نلقى 7 5 3 سبعة خمسة ثلاثة. السبعة خمسة ثلاثة يا جماعة. سلام. نوقف. طيب زي ما قلنا السبعة خمسة ثلاثة دي يا جماعة بتطلع بتعمل لي ناتشورال كلر. ناتشورال كلر يعني بتطلع لي شنو ناتشورال كلر لكن أوضح يعني ناتشورال كلر العادية اللي أنا شغال فيها يعني بتطلع لي عن الزراعة لونه كيف. طلع لها المويه بلو واضح كده يعني. فبتكون الالوان قريبه لانها هي ناتشورال. هي فعليا ما ناتشورال لانه للسبعه للخمسه هم شنو؟ ترو كلر يعني هي ما ترو يعني هي مايله لانها تكون الالوان طبيعيه لكن هي فعليا شنو؟ ما ترو. تمام؟ أي. طيب نجي نشوف ال الشورت ويف انفراريد اللي هي 7 5 4 جرب 7 5 3 4 هي تشبه 7 5 3 مع شو طيب خفيف برضه هي ما إلا تكون ترو سلام. هي ال وبس يا الثلاثة بدل الأربعة الاثنين هنا ألوان. اكتشاف انها صحوة توزيع عدد هنا لكن ها؟ ما يشوف ما هي ضمن تعريف بس نوع بتاع تنوع معين هاي انا عارف يعني ده نوع من انواع التوبة هي شكلها لا 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 هنا كاتوبة طمية دي ذات لما تلقى في طرف الوادي ده لكن كمان هو ولا جبلوية معلم يا حبيبي يا ابن عمتي اه كبير هنا زي ما في هنا في مويه هنا زي مويه زراعه زراعه ده هنا ثاني ده هنا حفير ثاني اكويفير الاكويفير ده طبعا مسقي المويه ملاحظ انه المويه دي مسقاه الحته دي ويت يعني ظاهر انها ويت ودي زراعه قايمه يعني قش قايم سر بجديشن يعني قايم او زراعه تكون المية وبعدين احتمال برضه يعني لكن قش زي برين ايش الاخضر لا اللبني ده والله زي ما قال لك شكله نوع تربه معينه شكلها هي التربه يعني باقي شكلها كده هو ناشر كبير هنايا هذا
مراعي دي كلها مراعي اللي طبعا دول طيب 6 5 4 وضعوا ديفيكتيشن اناليسيس يعني ديفليشن الزراعه تقدروا تجاوزوا الزراعه من الزراعه او الفيجيتيشن فعلا هي هنا الداو شنو لون اخضر اكثر يعني يعني غمض اللون الاخضر فظاهر انه زي ما قال الدكتور طيب هنا الحته دي ماشي انا اذا هاي مراعي طبيعيه اذا انا داير افتش اعمل فيجيتيشن اناليسيس ممكن اشتغل برضه بالستة خمسة تمام دي لحد هنا البان كومبانيشن اشتغلناها الليله وفي زول المسؤول